وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المستشار الدكتور ملالا الحمادي، عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. مساء الخير دكتور ملالا. إذن هي انتهاكات لا حصر لها لما تعرض لها بحارة البحرين، من منظور حقوقي وقانوني كيف تصف هذه الممارسات؟ مرحبا أختي، مساء الخيرات. يتعين بداية طبعا أن نوضح للمشاهدين الكرام بأن المواثيق والصكوك الدولية جميعا نصت على العديد من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان اللي يتعين مراعاتها طبعا من قبل الدول المصادقة عليها أو المنضمة لها، وهذه المبادئ طبعا تشكل ضمانات مهمة جدا للمقبوض عليهم. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واللي صادقت عليه غالبية دول العالم بما فيها دولة قطر، تنص على أن لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليه القانون وطبقا للإجراءات. ولكن للأسف السلطات القطرية يعني قامت باعتقال البحار البحرينيين وهم في مياه مملكة البحرين الإقليمية، وهذا يشكل انتهاكا صارخا لأحكام هذه المادة. أيضا المادة 14 من ذات العهد نصت على أن من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعد بريئا إلى أن يثبت الجرم عليه بالقانون، ولكن أيضا لم يتم اتباع هذا الحكم من قبل السلطات القطرية، فقد تم القبض على البحارة البحرينيين في المياه الإقليمية البحرينية، ولم تقم أيضا السلطات بتقديم ما يثبت إدانة البحارة بأنهم دخلوا فعلا المياه القطرية، وبالتالي فهم أبرياء من أي تهمة موجهة إليهم. نعم دكتور ملالا، من ما تفضلت به ومن شهادات البحارة واضح جدا أن هناك تجاوز من السلطات القطرية لكافة الأعراف والقوانين والحقوق، كيف تفسر ذلك؟ والله طبعا إحنا يتعين مثل ما أنا أشرت في البداية، يتعين على جميع الدول أن تتقيد بالاتفاقيات اللي هم وقعها عليها، هذا أولا، فبالتالي هناك التزام عليها وهناك لجان تراقب مدى تقيد هذه الدول اللي صادقت على هذه المواثيق والعهود الدولية، فهذا يعني يشكل انتهاكا صارخا ليس فقط لهذه الاتفاقيات والصكوك الدولية، إنما انتهاكا صارخا للإنسان، للمعاملة الإنسانية وللعلاقات الثنائية اللي تجمع دول مجلس التعاون، وانتهاكا أيضا حتى للنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي. نعم، المستشار الدكتور ملالا الحمادي، عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.